مساء الخير. أنا اسمي محمد المصري، فلسطيني من غزة. عشت حياتي كلها في غزة زي شباب كتير موجودين هناك، من أول ما بننولد والحروب تضربنا سنة ورا سنة. الحرب صارت بالنسبة لنا روتين مفروض علينا، بس لأنه بنطالب بحقنا بيحاولوا يهاجرونا من أرضنا كل الوقت، بس مش راح نطلع منها، مش راح نتركها. من طفولتي الناس بتناديني مصري، صار اسمي مصري، بس بصراحة الموضوع مش بس اسم أو لقب. أنا تعلقت وصرت مرتبط بالعادات المصرية، حتى صار عندي أصحاب مصريين من قبل ما أجي هون. بس جيت هون شفت كيف الناس بتعاملني كأني جزء من عيلتهم من أول ما يعرفوا إني فلسطيني. ودائماً بسمع سؤال، أنت إزاي اسمك مصري وأنت فلسطيني؟ بصراحة أنا أحسس إنها عادي، ما في أي فرق. والحقيقة إحنا في فلسطين كتير بنحب مصر، يعني بنكون عارفين في وقت الحرب والسلم إنه مش راح يدخل علينا دعم غير عن طريق مصر. وإنتوا حضراتكم بتعرفوا كيف الوضع الطبي هناك متدهور، فبنشوف كل فلسطيني بده يتعالج بيجي على مصر. وبشوف حالياً في الأوضاع الصعبة اللي بنمر فيها هناك كيف وقفة مصر وقيادتها وشعبها وإصرارهم على إنه المساعدات تدخل وعلى إنه المعبر يضل مفتوح ليجوا المصابين يتعالجوا هون. ما بدي أطول عليكم كتير، بدي أحكي لسيادتك قصة صغيرة. هاي أول حرب ما أكون فيها في غزة مع أهلي. أختي الصغيرة فرح عمرها 11 سنة. آخر مرة عرفت أكلمها وأسمع صوتها كانت بتحكي لي إنه كتير من صحباتها بالمدرسة استشهدوا، وحكت لي بدك توعدني بعد الحرب إذا ضليت عايشة تاخدني رحلة صغيرة على مصر، بس بعدها بدك تعاود ترجعني على غزة عشان بقدرش أسيب مدرستي. أنا مصري الفلسطيني وهاي قصتي، بدأت من اللحظة اللي دخلت فيها من المعبر لحد اللحظة اللي راح تشوفوا فيها الفيلم بعد شوي. والحقيقة إنه الفيلم هو جزء من التجربة الحقيقية اللي بتعيشها العائلات في غزة من أكثر من 17 سنة، وكمان جزء من تجربة الفلسطينيين اللي بيعيشوها من أكثر من 70 سنة. إحنا مش أرقام، لكل عائلة فلسطينية قصة وحلم وبنحب الحياة.